وأخيرا في عربي بوست، قائد في الجيش الروسي متهم بسرقة محركات من دبابات بوتين الثمينة، يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات. ألقي القبض على قائد في الجيش الروسي في سرقة مزعومة لمحركات ومعدات لدبابات قتال T-90 المتقدمة، تقدر قيمتها ب20 مليون روبل، أي حوالي 260,000 دولار أمريكي، بين نوفمبر تشرين الثاني لعام 2021 وإبريل نيسان 2022. صحيفة فرنسية أفادت الأربعاء بأن المحققين يتهمون العقيد ألكسندر دينيسوف بسرقة 7 محركات دبابات، حيث أشاروا أن المحركات في 92 C2 كان من المقرر تركيبها في دبابات T-90، واعتقل الذي كان رئيس قسم الدعم الفني بالمنطقة العسكرية الجنوبية في مارس آذار، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. من جهته اعترض محامو العقيد على بقائه في الحبس الاحتياطي، وأشاروا إلى سجله العسكري الطويل، لكن محكمة الاستئناف أيدت القرار رغم محاولة محاميه الدفاع عنه وتبرئته من التهمة. وصلنا وإياكم إلى الكاريكاتير، نتابع. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صحافة حول العالم، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، في أمان الله.